مشاهدينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد، والتي سنتناول فيها آخر المستجدات على الساحة التونسية بعد قرارات الرئيس قيس سعيد. وفي عناوين حلقتنا لهذا اليوم: سعيد يجتمع بقيادة الجيش ويعد باسترجاع الأموال المنهوبة، وكذلك هناك أمر رئاسي بإحداث غرفة عمليات لإدارة أزمة كورونا، وترقب لإعلان رئيس حكومة جديد. وفي الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيد عن اسم رئيس الحكومة الجديد الذي سيعينه بنفسه كما قال، عقب القرارات الأخيرة بتعطيل العمل البرلماني وإعفاء الحكومة، خرج سعيد ليلة البارحة بعد اجتماعه بقادة الجيش وقيادات أمنية عليا ليصدر قرارات وإجراءات جديدة. دعونا مشاهدينا نتعرف على هذه الإجراءات وعلى هذه القرارات من خلال هذا العرض السريع، حيث قال الرئيس إنه سيصدر نصا قانونيا ينظم إجراءات مصالحة قانونية تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة، موضحا أن عدد من نهبوا أموال تونس هو 460، ويقدر المبلغ أيضا ب4800 مليار دولار أمريكي، ذلك بناء على تقرير لجنة وطنية لتقصي الحقائق. سعيد أيضا من ضمن إجراءاته وقراراته أضاف أن رؤيته تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة، وأنه لا يريد التنكيل بأي شخص بل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب، مشيرا إلى أنه قد عرض سابقا مصالحة قانونية. كما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإحداث غرفة عمليات لإدارة جائحة فيروس كورونا المتفشي في البلاد بحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، وسيتولى تنسيق مهام هذه الغرفة فريق من وزارة الداخلية وبقيادة المدير العام للصحة العسكرية. من جهة أخرى، وبعد سلسلة من الأوامر أيضا الرئاسية التي تقضي طبعا بإعفاء مسؤولين في رئاسة الحكومة، أصدر الرئيس قرارا بإقالة المدير العام للتلفزيون الرسمي محمد أسعد الداهش، كما تم تعيين بديل مؤقت له، ويأتي ذلك على خلفية رفض مدير التلفزيون دخول نائبة نقيب الصحفيين ورئيس رابطة حقوق الإنسان لمقر التلفزيون. إذن هذه قرارات ربما نقول أنها تبعت القرارات الرئيسية قبيل 3 أيام من الآن بتجميد عمل البرلمان وإقالة كذلك رئيس الحكومة. سنقرأ في هذه القرارات وفي مستقبل كذلك المشهد السياسي. أرحب بانضمام ضيفي عبر سكايب الأمين البوعزيزي الكاتب والمحلل السياسي معنا من تونس. سيد البوعزيزي، بداية أهلا بك معنا. مرحبا بكم أستاذ وبكل مشاهديكم الكرام. أهلا بك. في أي سياق تقرؤون قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة؟ إقالات، محاسبات، لجان تحقيق وما إلى ذلك؟ هو يعني ضرورة، يعني كان لابد أن يمر إلى بعض القرارات، وإلا فإن يعني الزخم، قول أنت يعني زخم أنصاره، معناها سيبدأ التفكك، على اعتبار أنهم انتظاراتهم كبيرة، يعني وبالتالي هو يعني محاصر بانتظارات الخطاب أو أسير الخطاب الذي رفعه هو باسم الشعب وحقوق الشعب وهذه المسائل الصاعدة، يعني وأقدم على ما أقدم. ألور هو يعني أمامهم يعني مطالب أو رهين يعني تلك الانتظارات. أكثر أمر شد الانتباه في حزمة ما كنتم يعني تطرحونه أمران متلازمان، يعني اجتماع بقيادات الجيش والداخلية، وبعده بالضبط الصفحة بثت لقائه مع كبير رجال الأعمال، يعني أو رئيس منظمة ما يسمى في تونس بمنظمة الأعراف، يعني الصناعيين وال يعني والتجار معناها. وخيره الجزء الأول، إذا انتبهتم الجزء الأول لعب الرئيس دور الإمام والواعظ، يعني خاطب فيه روح التراحم وقال له خفضوا من الأسعار فالمؤمن لا ينام
مرتاحا وجاره جوعان وشيء من هذا القبيل، يعني معناها لم نرى رئيسا، يعني رأينا واعظا أو إمام جامع أكثر. لكن الجزء الثاني من اللقاء عندما أظهر تلك الحزمة من الوثائق وقال له هذه وثائق إدانة جزء، قالوا أنا لا أدين رجال الأعمال لكن أدين جزء يعني بالوثائق والأرقام المالية مورطون في نهب المال العام، هؤلاء مخيرون يعني ومعناها بتطبيق البرنامج الذي يطرحه الأستاذ قيس سعيد، يعني تقسيم البلد حسب يعني ما نسميه في تونس معتمديات، يعني ما أقل من المحافظة، يعني الأكثر تورطا يقيم مشاريع في الأكثر فقرا وهكذا. يعني هذا هو المشروع الذي تقريبا يدغدغ مشاعر كل من ثاره أنه مشروع اجتماعي، تقول أنت مشروع كبير يعني جدا. السؤال هو التالي، هل هذا المشروع سينفذه بأجهزة الدولة؟ يعني هو البارحة مس ما نقول في تونس مس اللحم الحية، يعني رجال الأعمال الذين يملكون المال الذين يملكون القرار المتنفذون في كل مفاصل يعني الدولة، هل سيقاومهم لوحده بأجهزة الدولة وهو الذي أجهز على السياسة وعلى الأحزاب وما يمكن أن يكون حزام داعم له؟ نحن عندنا تجارب، يعني عند قلة تجارب عربية أو حتى تجارب في تونس في الستينات، تجربة التعاضد، يعني تقول أنت وكأنه تجربة اشتراكية، يعني جاء نفذها أحمد بن صالح بأجهزة الدولة وفي غيبة الحريات وتأميم الأحزاب كان الفشل ذريعا وانتهى الرجل مسجونا وطريدا طوال عمره. ثم هنالك يعني نقطة أستاذ الأمين، أنت تريد أن تحارب الفساد، الكل يريد أن يحارب الفساد في النهاية في تونس على مستوى الدولة وعلى مستوى المؤسسات المجتمعية وحتى على مستوى الناس، لكن أنت تطرح الفكرة بعملية تسوية اليوم مع رجال أعمال بين قوسين فاسدين كما سماهم الرئيس قيس سعيد ويسميهم القضاء، بينما تجر إلى القضاء الأحزاب الأخرى في مواضيع تقريبا مالية، يعني المواضيع مشابهة هنا. هو أستاذ، هو خطاب التلطف، خطاب التلطف البارحة يشي أن الرئيس يعي منزلة ونفوذ وسطوة من يعني يمثلهم الرجل الواقف أمامه ويخاطبه، يعني بعد تلك قول أنت الإقدام الرومانسي يوم 25 يعني جويليا بتلك القرارات، بدأ يتحسس أقدامه على الأرض وعرف أن يعني رجال الأعمال في نهاية الأمر هم المالكون يعني لكل مفاصل القرار، وهم العلاقات الخارجية وهم الارتباطات وهم كل شيء. هل سيقدم يعني بالإمكان يسجن الحزبيين ويأمم والموظفين وهذا كله مقدور عليه ويسكت عليه العالم معناه، لكن عندما يمس ما قلت لك اللحمة الحية، عندما يصل إلى مسألة رجال الأعمال، أحمد بن صالح في الستينات بتفويض من بورقيبة عندما حب يعمل مشروع التعاضد بدأ من الأسفل يعني من المواطنين العاديين وكذا، عندما وصل إلى رجال الأعمال وكبار العقاريين أجهزوا عليه ولم يجهز عليهم. هذا السؤال هو الرئيس يستبعد السياسيين، يستبعد كل المشهد السياسي الداعم والممثل إلى الديمقراطية ويعول على أجهزة الدولة لمحاربة من يملكون الدولة. هنا المعركة، هنا السؤال. وهو بالضبط هذا ما كنت أريد الإشارة إليه أستاذ الأمين، خاصة أنك ترفع الحصانة حتى عن نواب منتخبين من الشعب، تجمد البرلمان الذي يمثل الشعب، بينما عندما تأتي عند الفسادة تريد أن تقوم بعملية تسوية في هذه النقطة. أيضا مما ذكرته أستاذ الأمين في إجابتك على السؤال الأول، مسألة اجتماع الرئيس الأخير مع القيادات الأمنية، هل هنالك معلومات في تونس رشحت حول هذا الاجتماع وكيف قرأته أيضا أنت؟ أنا لا أخيك أستاذ، هو أولا يعني منذ البداية كان مصر على توحيد كل القيادات، يعني أنه رئيس كل القيادات يعني الأمنية، لكن لا أعتبر أنه يعني إخراج صور الاجتماع بهم كانت رسالة يعني إلى من سيجتمعوا معناها بهم لاحقا، هي رسالة أكثر منها يعني مضامين. الرسالة هو أن وراء قوة يعني مسلحة، وراء الجيش، وراء الأمن، وكأنه هذه أدواتي، يعني بعدما أجهز هو لا عنده حزب ويكفر بالحزبية، يعني ماذا تبقى له؟ بقيت له الأجهزة الربعية للدولة، وكأني يعني رسالة إلى المجتمع وإلى المشهد السياسي الذي دخل في اشتباك ومواجهة معه.
جملة رسائل أكثر منها يعني مضمون. طيب الآن هنالك بعض المطالبات أيضا وإن كانت محدودة في تونس للرئيس سعيد لتوسعة دائرة التحقيق وفتح بعض الملفات التي لم تفتح أساسا من قبل، مثل ما ذكرناه قبل قليل مسألة الفساد، ممكن مسألة مثل مسألة الاغتيالات التي حصلت على مدار السنوات الماضية. لكن هذه الفترة الاستثنائية بحسب قراءتك، هل هي فترة وتوقيت مناسب من أجل فتح كل هذه الملفات اليوم؟ نعم أستاذ، هي ما ذكرتموه من ملفات أولا يعني هي قديمة، وربما لتوازنات أو تجاذبات سياسية تم تأجيلها يعني في ضغط على الإعلام وعلى القضاء وشيء يعني من هذا القبيل. وفتحها اليوم أيضا هو تدخل في القضاء في نهاية الأمر، يعني في نهاية الأمر هو بيده تدخل في القضاء، يعني عرقلتها أو تسريعها هو تدخل في القضاء، يعني القضاء لا يشتغل يعني مرتاحا. يعني هذا هو الجانب الأول. الجانب في سؤالكم أيضا هذا التوقيت، طيب تسمحني أتوقف عند التوقيت أستاذ الأمين، وأعتذر منك على المقاطعة لأني لا أريد أن أطيل على ضيفي أيضا الموجود معي عبر الهاتف رضا شكندالي الخبير الاقتصادي، أيضا هو معي عبر الهاتف. أستاذ رضا أهلا بك. أهلا وسهلا بك. من ناحية اقتصادية، كيف قرأتم حديث الرئيس قيس سعيد حول مسألة التسويات بين قوسين التي طرحها مع رجال الأعمال، وأيضا توزيع هذه الأموال بضرورة إعادتها إلى أرض الوطن عبر مشاريع قال يجب أن لا تكون استثمارية؟ نعم، هو في الحقيقة اقتراح أو إجراءات يعني موجودة في الحملة الانتخابية للسيد الرئيس، وحتى يعني في اقتراحاته سنة 2012 في تناول موضوع الأموال التي انتزعت من الشعب التونسي عبر قروض لم تسدد من رجال الأعمال، وكانت القائمة آنذاك تضم 463 يعني رجل أعمال. أعتقد أنه على مستوى المبدأ يعني الفكرة جيدة وجيدة جدا، بما أنه هي أموال انتزعت من الشعب التونسي وهي تعود للشعب التونسي في شكل مشاريع للجهات المفقرة. طيب على افتراض سيد رضا وأنها فكرة جيدة كما تفضلت، ما مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع أيضا؟ تطبيقها مرتهن أساسا بمدى تحيين هذه القائمة، لأنها قائمة قديمة في بداية الثورة، وهناك من توفى أو رحمه الله، وهناك من الشركات من يعني لم تعد موجودة أصلا. ولكن حسب ما وصل إلى سمعي أنه هناك هذه القائمة سوف تحين حتى برجال الأعمال الذين استعملوا وسائل غير شرعية غير قانونية بعد الثورة، يعني منذ 2011 إلى الآن. وبالتالي أعتقد أنه حسب المبالغ الموجودة في القائمة الأولى وهي 13.5 مليار دينار، هي مبالغ كبيرة جدا، ويمكن للدولة أن تنجز بها مشاريع كبرى تخلق فرص عمل جديدة للشباب العاطل عن العمل، وهو في حدود 40.1% من الشباب العاطل عن العمل، وبالتالي هو ينتظر هذه الفرص يعني تحقيق أهداف الشغل، ينتظر 10 سنوات ولم يشتغل، وبالتالي هذه فرصة هامة وهامة جدا. أعتقد أنه مدى تنزيل هذا القرار هو مرتهن بتحيين هذه القائمة والعمل على تنفيذها بالتعاون أكيد مع البنك المركزي وكذلك المؤسسات البنكية المعنية. وأستاذ رضا، عندما نتحدث عن يعني 460 من رجال الأعمال، وعندما نتحدث عن الرقم المخيف 4800 مليار دولار، نحن نتحدث هنا يعني إن جاز هذا الوصف أو صح عن أخطبوط من رجال الأعمال أو أخطبوط من الفساد يتوزع داخل الدولة التونسية، وربما حتى جزء كبير كما قرأت من هذه الأموال ليس موجودا أساسا في تونس. والرجل أيضا تخلى عن الأحزاب وأقصى البرلمان في هذه الفترة،
كيف له أن يعيد فعلا هذه الأموال؟ يعني هذا متهم بمدى قدرة الرئيس على تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، ويعني أعتقد أنه إذا اعتمدنا القائمة الأولى فالقائمة هي متكونة من رجال الأعمال أخذوا قروضا من البنوك وهم متنفرون حول السلطة آنذاك بن علي ولم يقدموا ضمانات، بالتالي هم يعني وكأنهم تيقنوا الآن أنهم يعني لن يسددوا أصلا هذه الديون. فهذه مبادرة أعتقد مبادرة جيدة بغض النظر عن مدى قدرة الرئيس على تنزيلها أو عدمه، ولكنها رسالة جيدة ندرس ماضية في القضاء على الفساد، وهذا عامل من عوامل الحوكمة الرشيدة التي يمكن أن تعطي رسائل جيدة للمستثمرين في إطار تحسين مناخ الأعمال، لأنه مقاومة الفساد هو عنصر هام من عناصر تحسين مناخ الأعمال، وربما يؤدي حتى إلى تحسين مرتبة تونس في ترتيب دافوس للتنافسية. لكن أعتقد أنه لابد من العمل في والنظر في كيفية تنزيل هذا القرار. القرار مهم، ولكن عملية تنزيله لابد من نعم ربما بحاجة إلى الكثير من العمل. أشكرك جزيلا سيد رضا إشكندالي الخبير الاقتصادي، كنت معنا هاتفيا من تونس. أستاذ الأمين البوعزيزي اسمح لي أن تبقى معي قليلا، سأعود لك في ذات النقطة التي كنا نتحدث بها، لكن أريد أن أستطلع بعض الآراء التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه القرارات الجديدة التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد. أبدأ من حديث لي محمد يوسف، يقول فيه الفصل 31 من الدستور: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. الفصل 32: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال. أيضا تغريدة أخرى لجوهرة التيس كتبت فيها تعليقا على فتوى اتحاد علماء المسلمين بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي: ما وقع انقلاب على العقد الاجتماعي، ولكن من نصبكم سلطانا على ضمير التونسيين؟ وهل العبث الذي استغرقت فيه الطبقة السياسية لا يعد اعتداء على العقد الاجتماعي؟ ألا يجدر بهيئة محترمة مثلكم أن تكف عن التدخل في الشأن الداخلي للدول وأن تكون على مسافة واحدة بين جميع الفرقاء السياسيين في كل الدول الإسلامية؟ اتركوا السياسة للسياسيين يرحمكم الله. أيضا من ضمن التغريدات في ذات الموضوع رياض الشعيبي كتب يقول صباح المحبة والإناس: أخطر نتائج الإجراءات الاستثنائية المخترقة للدستور الأخيرة هي الكسر الاجتماعي الخطير الذي تسببت فيه، حتى أننا رأينا الإبن يقف في جبهة يوجه فيها أشنع الشتائم لجبهة مقابلة يقف فيها والده، وفي المقابل يتهم هذا الأب الجبهة التي يقف فيها ابنه بالخيانة والانقلاب، بل وأحيانا يتحول هذا التلاسن إلى اشتباك جسدي. أتساءل كيف سيكون عليه الأمر عندما يجد هذا الأب نفسه وجها لوجه مع ابنه، والأمثلة عديدة على ذلك. هذا أخطر ما يمكن أن يتسبب فيه هذا الوضع، ولو أنكم حضرتم يوم الاثنين أمام مجلس النواب لرأيتم ما شابه ذلك في عديد المواقف، بل يكفي أن تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لترى مثل هذه الاشتباكات المؤلمة. تغريدة أخرى أمان الله الجوهري كتب يقول أنصاف الديمقراطيين ضحوا بالديمقراطية من أجل مكافحة الفساد، وإذا بزعيم الانقلاب يقترح قانونا جديدا للمصالحة لا يختلف في شيء من حيث المبدأ عن القانون الذي اقترحه الباجي قايد السبسي، إسقاط المحاسبة مقابل جزء من حقوق الدولة، وهي في هذه الحالة أصل الأموال المنهوبة دون اعتبار الفائدة التي تحققت للفاسدين والأضرار التي لحقت بالدولة. لكنه لن يزعج هذه المرة كثيرا من المانيش مسامح أو مسامحين، وسيبدو لهم كل شيء مختلفا لأسباب لا فائدة من ذكرها. الآن وقد فهمنا فلسفة زعيم الانقلاب في مكافحة الفساد وهي المصالحة،
ماذا بقي من شعار مكافحة الفساد الذي يحاول بناء شرعية انقلابه عليه؟ يبدو أن كل ما تبقى هو معارضة الانقلاب وبعض القضايا ذات الطابع السياسي. أذهب إلى تغريدة أخرى، وهذه المرة لرمزي المحمدي، كتب يقول: مجرد توقع شخصي إلى المختصين في القانون، هل لاحظتم التباين الحاد في آراء الباحثين حول الفصل 80؟ سيظهر هذا التباين بحجم الذرة أمام الصدمة القادمة في الانتقال من صفة رئيس الحكومة إلى الوزير الأول. نكتفي بهذا العرض من التغريدات مشاهدينا، وأعود إلى ضيفي عبر سكايب الأمين البوعزيزي، الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من تونس. كانت هذه عدد من التغريدات المختلفة والمتنوعة في آرائها، لكن على ما يبدو أنها جميعها تشكك بهذه القرارات وأيضا تحقيق أهدافها تحديدا. في مسألة توقيت اتخاذ الرئيس فتح ملفات، أستاذ الأمين، لم تفتح من قبل كما قلنا، مثل الاغتيالات أو مسألة محاربة الفساد وما إلى ذلك. نعم، هو تعليق صغير استاذنا على هي التغريدات. نعم كلها رافضه، ما وجب التنويه يعني انها يعني لون سياسي واحد، يعني حتى من قرات لهم اعرفهم كلهم، يعني لا ينفي انني اتفق مع ما كتبوه لكنه لون سياسي واحد. التوقيت سيدي، عفوا، هو الفكره هنا في التغريدات استاذ الامين، لم نكن موجهين باتجاه رفض الانقلاب، ولكن هي جميعها تناولت قضايا حساسة مثل مسألة محاسبة الفاسدين، والإشارة المهمة التي كانت في إحدى التغريدات إلى الاستفادة التي حصلت لرجال الأعمال من وراء هذه الأموال، مسألة العقد الاجتماعي وهذا الشرخ الحاصل والواضح اليوم. المسألة لم تكن مركزة فقط على مسألة رفض الانقلاب. تفضل. أي لا أنا أتفق معك أخي، يعني قلت فقط أنه فيه كم آخر ووازن في أنه يعني متبني، وأقول لك مرتمي ارتماء أعمى في يعني في معناها يعني في ما جرى. أخي مسألة فتح الملفات أهم ما فيها، أو خليني أقول لك أخطر ما فيها. أولا هي يعني ملفات حقيقية وتم تأجيلها لتجاذبات سياسية، يعني ثم يعني رقابة على القضاء. أيضا اليوم لا يفرح كثيرا من سيقول لك وأخيرا فتحنا الملفات، الاعتبار أن فتح الملفات أيضا اليوم يعني مستفيدا من مناخ سياسي توجيهي أيضا، وبالتالي لا أحد يعني ما خرجناش من السطوة على القضاء سواء في التعطيل أو في الفتح. معناها ما لا يفرح كثيرا الثأريون، يعني خاطر هناك ثم موجة من الثأر يعني لملفات خلافية معروفة حتى في العالم كله، يعني مسألة الاغتيالات تعرفون معناها، كينيدي ما زال الناس ما يعرفوش، الحريري ما زال يعني الناس معناها ما يعرفوش. لماذا؟ لأنه تورط دول وجوار وعالم أزر، أمل واهمون أنه تأجلت لضغط سياسي، لا هي تأجلت لتوازنات يعني إقليمية ودولية. واليوم أيضا يعني لن تفتح، كل ما في الجديد أنه القضاء كان مضغوطا عليه للفرملة سيضغط عليه للتسريع. نعم. طيب فيما يتعلق، دعنا ندخل في الدقائق الأخيرة في قراءة حول توقعك لقادم الأيام. قبل التوقع حول القرارات التي من الممكن أن يتخذها الرئيس، ما هو المطلوب باعتقادك اليوم من الأحزاب على الأقل الرافضة لإجراءات الرئيس؟ نعم أستاذ، قبل أن يعني سؤال مركب، يعني قبل أن نمر إلى مواقف الأحزاب، دعنا نأخذ واحد واحد. تفضل. نعم هذا الإجماع يعني حول الرئيس سيتفكك قريب، يعني في هذه الأيام يعني القريبة. قل لي كيف يعني الرئيس ماذا فعل؟ يعني كل من المستفيدين من الإجهاز على الديمقراطية وعلى طبيعة نظام سياسي يوزع السلطات وفيه برلمان وكذا، كلهم هللوا إلى الرئيس قيس يعني سعيد. لكن البارحة عندما مد يده إلى ما أسميته في قبلكم يعني في فضائية أخرى إلى اللحمة الحية، عندما اجتمع بما يسمى برجال الأعمال وسيجبرهم على ما يفرضه يعني عليه، وهم الماسكون بكل مفاصل القرار والثروة والإعلام والمؤسسات ويخترقونها كلها، يعني معناها لن يحصل إجماع في قادم يعني الأيام. إما يعني يهادن هؤلاء
ويخسر كل من التفوا حوله باعتباره المنقذ وزعيم الثورة والذي سينهي الفاسدين ويملؤ الأرض عدلا و و و وإما سيوزع هؤلاء إرضاء إلى جمهوره العريض وهؤلاء لن يصمتوا. وبالتالي قبل حتى أن تتدخل الأحزاب طبيعة هذا الالتفاف حوله بطبعه سيتفكك على اعتبار فيه تناقض عجيب يعني بين أقصى الفاسدين الخائفين من الديمقراطية ويحبوا يرجعوا النظام الرئاسي ووجدوا فيه الصدفة الرئيس قيس سعيد أيام الحملة الانتخابية أكبر الملتفين حوله يقولوا عليه داعشي يقولوا عليه خوانجي يعذرني هذه المصطلحات التي تستعمل يعني بمجرد أن أبدأ رغبته أو طموحه أو جموحه نحو النظام الرئاسي من كانوا يقولون عنه خوانجي وداعشي أصبحوا أكبر أنصاره. أشكرك جزيلا على حضورك معنا في هذه الفترة من برنامج المشهد الأمين أبو عزيزي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب من تونس. سنبقى في ذات المشهد مشاهدينا لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مشاهدينا من جديد نرحب بكم في هذه الفترة الثانية من المشهد ولازلنا مستمرين في متابعة قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة في تونس. دعونا نتابع هذا الفيديو حول أبرز ردود أفعال الشارع التونسي حيال هذه القرارات. هي يدخل في باب صلاحياته الدستورية ونفذ هبة الشعب التونسي هذي اللي بارك قراراته ولقى دعم شعبي ولقى دعم تاع المنظمات الوطنية ولقى دعم تاع أحزاب سياسية والأهم من هذا الكل لقى دعم إقليمي ولقى دعم دولي وإن شاء الله يكمل في هذا المنوال. اي دكتور عجل الرأي اللي قرارات قبل ما نحكم عليها ونقيمها وهل هي في صالح تونس أو ما هيش في صالح تونس أنا خممت بيني بين نفسي هل هي دستورية أو غير دستورية القرارات ما نيش خبير في القانون لا دستوري ولا غير دستوري ولكن كي قريت البنود اللي يحتوي عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله الفصل 80 من الدستور التونسي نلقاها من ثلاثة بنود اللي يكونوا الفصل هذايا مخالفين للي عملوا قيس سعيد. الشعب كلما يشعر بغبة يتحرك ويعكف ورس ويبقى يترقب فإذا لم يجد ما يطمنه وإذا لم يجد ما يسكو إليه وما يأمنه يتحرك. وكعلاش وقع التحرك نهار 25 لأن بلغ الأمر إلى ما حد لا يمكن التغاضي عنه وبالتالي الشعب التونسي لن يسكت على أي مستبد آثم سوى وبالتالي لا خوف على المستقبل من الرئيس هذا ولا غيره فإن عمل حسنا فسيلقى الدعم وإن آثم واستبد فالشارع سيكنسه كما كان صغير. إذن تابعنا في هذا الفيديو ردود فعل الشارع التونسي على قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة. أرحب بانضمام ماهر زيد النائب في البرلمان التونسي عبر سكايب. سعادة النائب أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بك وأرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف عادل بن عبد الله الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عادل أهلا بك. أهلا بك. سعادة النائب أبدأ من عندك. إذن بعد تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة ورفع الحصانة
عن النواب في هذا البرلمان تأتي القرارات الجديدة من قبل الرئيس المتعلقة بالإقالات والمحاسبات وما إلى ذلك. في أي خانة يمكن أن نقرأ سياق هذه القرارات الجديدة؟ نعم، شكرا على الاستضافة. لا جديد في هذه القرارات المتتالية، فهي منبثقة عن خطوة مجنونة وقفزة غير محسوبة، لا دستورية، خارج السياق وخارج التاريخ وخارج القانون، وسيتحمل رئيس الجمهورية تبعاتها السياسية والقانونية أيضا في اليوم وغدا في الداخل والخارج، بعد أن حازت هذه الخطوة على استنكار واسع محليا ودوليا، وكما ترون على ردة فعل جميع الفاعلين والمتداخلين سواء على المستوى الوطني الذين طالبوه بالتراجع واحترام دستور البلاد ووضع خارطة طريق واضحة وسقف زمني محدد للعودة إلى الوضع الطبيعي، كما يعني قام الفاعلون الدوليون سواء من أبناء المنطقة أو أصحاب المصلحة في المنطقة الذين تواصلوا معه وحثوه على العودة إلى السياق الطبيعي وإعادة الأمور إلى نصابها. فاليوم أنا أرى أن الانقلاب يعيش أزمة وهو في مأزق ويبحث عن مخرج ولا حل أمامه سوى العودة. سعادة النائب، منهم أصحاب هذه المصلحة، هل تقصد زيارة وزير الخارجية الجزائري مثلا إلى الرئيس قيس سعيد؟ البلاد التونسية بحكم موقعها الجغرافي المتميز على المستوى الدولي، وهو إن شئت الموقع الاستراتيجي الأهم في العالم، فكما نعلم أن البحر المتوسط هو يعني منطقة أو بحر تفتح عليه ثلاث قارات، والمنطقة الوسطى في هذا البحر المتوسط هو البلاد التونسية التي تتقاطع فيها الحضارات والمصالح ومسالك التجارة البحرية والجوية، وكذلك تتقاطع فيها الأنساب وتعاقبت عليها حضارات. فعندما أقول الذين لهم مصلحة أقصد الجميع تقريبا، سواء كانوا جيران البلاد التونسية على غرار ليبيا والجزائر الذين استنكر ما أقدم عليه قيس سعيد، أو الفاعلين الآخرين على المستوى الدولي الذين بطبيعة الحال يرون أن استقرار تونس هام جدا بالنسبة للاستقرار الدولي. أستاذ عادل، ما رأيك في موضوع الإجراءات والقرارات الجديدة، وهل نتوقع مزيدا من القرارات قد تتخذ ربما هذه الليلة أو غدا أو بعد غد من قبل الرئيس قيس سعيد؟ شكرا. أولا شكرا على هذه الاستضافة وتحية طيبة لكل مشاهديكم. بالنسبة إلى القرارات الرئاسية، هي قرارات كانت متوقعة، يعني لا أظن أن هناك من تفاجأ مثلا بطرحه لملف الفساد، هذا الملف المعطل خلال حكم الحكومات المتعاقبة على تونس تقريبا منذ الثورة، وهو ملف فعلا ملف ذي أولوية وهناك متابعة شعبية حقيقية لهذا الملف، ونرجو أن يتم التعامل معه بعيدا عن الانتقائية وأيضا بعيدا عن الاستثمار في خدمة أجندات سياسية معينة. بالنسبة إلى المتوقع، هناك موضوع لم يطرح أو على الأقل فيما شاهدته الآن لم يطرح، وهو ذو دلالة كبيرة جدا بالنسبة إلي على الأقل، وهو اختيار رئيس الحكومة. منطق هذا الاختيار، كيف سيختار السيد قيس سعيد رئيس حكومته؟ هل سيختاره من المنظومة القديمة أو من المحسوبين على تلك المنظومة، أم سيختاره على الأقل، لا أقول لن سيختار شابا ثوريا ممن ينتمون إلى تياره، على الأقل يختار شخصية محسوبة على الثورة أو كانت معادية للمنظومة القديمة ولم تظهر أي عداء للثورة. الاختيار نفسه سيكون دالا، ولذلك ننتظر اسم هذه الشخصية. لكن أستاذ عادل، هذه الأسئلة التي تفضلت بها، والصراحة أن الموضوع فعلا لديه دلالة كبيرة، هل يمكن أن نستشف الإجابة على هذه التساؤلات من خلال ما سبق وتعيين السيد الفخفاخ في منصب رئيس الحكومة، لأنه جاء عن طريق قيس سعيد؟
الفخفاخ كان شخصية لم يكن يتمتع بشعبية حقيقة، ولكنه كان شخصية ذات مقبولية أو كان مقبولا، ولم يكن من الشخصيات المعادية للثورة، وكان شخصية أيضا يمكن أن يتفق عليها أغلب الفاعلين رغم أنه لم يكن مرشحا للأحزاب الكبرى. وأظن أن تجربة الفخفاخ كان يمكن أن تكون لبنة حقيقية للإصلاح في تونس لولا ما حدث من شبهات فساد تتعلق بشخصية رئيس الحكومة. أظن أن تلك الحكومة كانت الأقدر فعلا على إدارة الوضع في تونس في تلك المرحلة. هي أفضل على الأقل، هي أفضل بكثير من حكومة السيد هشام المشيشي التي لا يمكن الدفاع عنها بأي حال، والتي لا يمكن أيضا أن نفهم المنطق التوافقي الذي بنيت عليه. أنا لم أفهم كيف اختاره رئيس الدولة، ثم لا أفهم أيضا لماذا انقلب عليه، ولا أفهم هذا الدفاع المستميت على هذه الشخصية من قبل الحزام الحكومي. الدفاع طبعا من المستميت من قبل الرئيس، أليس كذلك؟ الدفاع المستميت من قبل الحزام الحكومي بعد أن فسدت العلاقة بين هشام المشيشي ورئيس الدولة. يعني لو أنا شخصيا ليس لا أمثل ولا نفسي. لم أسمعك جيدا. أقول تقصد هنا إذن مسألة حركة هشام المشيشي، أتحدث عن هشام المشيشي. نعم، إذا الآن أصبحت أوضح الصورة بالنسبة إلي، وأحيل هذا الموضوع إلى النائب في البرلمان أستاذ ماهر زيد. سعادة النائب، ما رأيك، حصل هنالك دفاع مستميت وحزام حكومي كذلك حول هشام المشيشي؟ نعم، في اعتقادي الدفاع لم يكن عن شخص هشام المشيشي ولا عن خياراته، ولكن بالنظر إلى السياقات المتداخلة وبالنظر من زاوية أشمل ويعني أرفع من مجرد النظر إلى هشام المشيشي في شخصه أو خلفيته أو من عينه، فكان لا بد من الدفاع عن الاستقرار. يعني إذا كان هناك من وقف مع هشام المشيشي فكان وقوفه مع الاستقرار ومع عدم إعطاء الفرصة إلى رئيس الجمهورية للتلاعب مرة أخرى وتقديم شخصية قبل أن ينقلب عليها مرة أخرى، لأنه كأنه أصبحت ميزة مميزة للأداء الرئاسي هو تغيير المواقف في كل مرة ونقض العهود وتغيير الرأي بسرعة. هذا مما جعل التعلق بحكومة هشام المشيشي بصرف النظر عن الأسماء وصرف النظر عن الأداء تقييما، كان لا بد من الوقوف مع الاستقرار والابتعاد عن العبث. ولكن قد يسأل البعض سعادة النائب، أي استقرار هذا تحديدا؟ على مدار الأشهر الماضية سياسيا لم تكن مستقرة تونس، ولا حتى من الناحية الاقتصادية، وفي الفترة الأخيرة لم تكن مستقرة من الناحية الصحية. هذا صحيح، الأداء كان ضعيفا، العراقيل كانت كثيرة جدا، التحديات كانت كثيرة جدا. ذكرتم الوضع الصحي وهو يعني ظرف عالمي أثر على كل اقتصاديات الدول، والاقتصاد عندنا هنا معلوم أنه اقتصاد هش، والاقتصاد عندنا غير متماسك ونسب مئوية كبيرة جدا من هذا الاقتصاد هو يعني موازي وغير معلن. فهذا ما ربما زاد الطينة بلة، إضافة بطبيعة الحال إلى التحريض والشحن المتواصل، بدليل لو تلاحظ اليوم هنا عندنا في تونس جميع وسائل الإعلام تقريبا والمواقع الإخبارية توقفت تماما عن الحديث عن إحصاء القتلى وعن إحصاء يعني المصابين بالكورونا، وكأننا لا نعيش في جائحة. الأمر غريب ومفاجئ، مما يدل بأننا كنا نعيش يعني تحت تحريض وشحن متواصل بإبراز أرقام سلبية ومعطيات سلبية، يعني في باب التناكف السياسي والعمل على إسقاط الحكومة. نعم أستاذ عادل بن عبد الله، قلت بأن هذه القراءات كانت متوقعة من قبل رئيس قيس سعيد، ماذا بشأن الأيام المقبلة؟ ما الذي علينا أن نتوقعه؟ ما هي السيناريوهات الأرجح
تطبيقها في المرحلة المقبلة؟ فيما يخص الأيام القادمة، اسمح لي بأن أقترح مفهوما أظن أنني قد اشترحته، وهو مفهوم الاستحالة المزدوجة. الاستحالة المزدوجة هنا أقصد أن من المستحيل أن يذهب الوضع التونسي نحو السيناريو المصري أو أن يذهب نحو السيناريو التركي. يعني أنصار الشرعية أو أنصار الحزام الحكومي كانوا يروجون للسيناريو التركي، أي خروج الجماهير لإسقاط الانقلاب على الدستور وبناء جبهة وطنية تتشكل حتى من أحزاب المعارضة. هذه الحكومة التي أسقطت يوم 25 لا يمكن أن تقارن بالحكومة التركية، ليس لها إنجازات سيخرج الشعب التونسي ليدافع عنها، ليس لها أي إنجازات اقتصادية أو اجتماعية أو صحية تدفع بالمواطن التونسي للخروج للشارع والدفاع عنها. أيضا من الجهة المقابلة أنصار السيناريو المصري، وهم في أغلبهم يدعون أو يحاولون حصر الأزمة في حركة النهضة، يعني يريدون إظهار الصراع وكأنه صراع بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة وليس صراعا بين الرئيس قيس سعيد، أو على الأقل ما يظهره في خطاباته، ومنظومة الفساد، وهي منظومة أو المنظومة الفاشلة، وهي منظومة تتجاوز حركة النهضة، يعني الذين يدعون إلى منطقة الاستئصال ومنطقة الدم، هؤلاء أيضا لا مستقبل لهم، كما لا مستقبل أيضا لمن يحلمون بتكرار السيناريو التركي وإسقاط ما وقع عبر ضغط الشارع أو عبر بناء جبهة لمقاومة ما وقع. أظن أن هناك فرضية ثالثة سيذهب إليها الجميع، يمكن لا, 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 لا أحب كثيرا كلمة الاستثناء التونسي، لكن أظن أن مختلف الفاعلين الكبار بمن فيهم الرئيس قيس سعيد سيجدون أنفسهم مضطرين للجلوس إلى طاولة الحوار. بالطبع الحوار، الحوار موازين القوى هنا اختلفت عما كانت عليه قبل. طيب الحوار هذا الشهر أستاذ عادل إلى ماذا سيفضي في النهاية؟ هل يفضي مثلا إلى إجراء انتخابات مبكرة على سبيل المثال؟ إلى ماذا سيفضي؟ هناك إشكال كبير في تونس. فرضية أن نذهب إلى انتخابات مبكرة مع بقاء القانون الانتخابي على حاله سيعيد إنتاج نفس المشهد تقريبا، لن يتغير كثيرا. هناك فرضية أخرى أيضا إشكالية، وهي فرضية الاستفتاء. يعني الاستفتاء يفترض أيضا فتح مجلس النواب أو موصلة مجلس النواب لأشغاله. يعني نحن أمام فرضيتين تدعوان إلى عودة مجلس النواب لممارسة وظائفه، أو على الأقل لممارسة الحد الأدنى من وظائفه الدستورية، وهذا هو الإشكال. نأخذ أيضا رأي سعادة النائب في هاتين الفرضيتين، مسألة الانتخابات المبكرة وحتى الاستفتاء، وأيضا سعادة النائب مسألة الحوار. أي حوار مقبل في تونس، هل تعتقد بأنه سيكون مشروطا من طرف إلى طرف آخر؟ نعم، أي السؤالين تريدني أنا أبدأ؟ يعني تفضل، أنا لدي دقيقة ونصف للنقطتين، تفضل. طيب، بالنسبة للدعوة إلى انتخابات مبكرة أو حل المجلس أو إعادة الانتخابات، وهي تقريبا تصب في نفس الخانة، وهو مطلب قديم جديد يرفع دائما من نفس الأطراف الدافعة إلى الفوضى، وهي أطراف سياسية وأقليات ليس لها تمثيل انتخابي وتفشل في كل منافسة انتخابية في الحصول على رضا الناس وثقتهم، فتعمل في كل مرة على حل البرلمان نكاية المنتصرين. ويعني طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سعادة النائب ماهر زيد، النائب في البرلمان التونسي، وأشكره جزيلا على حضوره معنا في هذه الفترة من المشهد، كما وأشكر ضيفي عبر الهاتف عادل بن عبد الله الكاتب والباحث السياسي. والشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة في ختام هذه الحلقة من المشهد. هذه أطيب المنى، في أمان الله.